السلام عليكم الخوت، تمنى ملاتكم كلكم بخير وعلى خير. ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب، شكرا بزاف. اليوم انا كنتواجد في لا ميزون تاع بيجو اللي غادي نكتشفوا فيها البيجو 208، طوموبيل زوينه بزاف، موديل جديد، جيل جديد اللي غادي نكتشفوه ونعرفوه وشنو هما اهم المنافسات ديالو والبري واللي كاليتي اللي فيه. كان اول ظهور ديالها كان سنه 2012 كجيل الاول، اللي استمر حتى 2019، حقق نجاح كبير في السوق المغربيه. ودابا وصلنا للجيل الثاني اللي كيتمنطى في المغرب في قنيطره، اللي بان في 2019 وحاليا بارمي لي ميور فيكول اللي في السوق المغربيه في الكاتيجوري ديالها هاتشباك كاتيجوري. صراحه عجبتني حتى انايا، علاش؟ حيت لي جون داروا فيها يديهم، داروا لاطش ديالهم في المونتاج ديالها، والشكل اللي عطاها من ناحيه الديزاين ومن ناحيه حتى لي ماتيريال اللي داروا فيها، صراحه عجبتني بزاف. بيجو 208 عندها نفس البلاتفورم مع المنافسه ديالها رقم واحد الاوبيل كورسا والاوبيل موكا، وخصها الكبيره بيجو 2008. هذا وزيد عليها حتى سيتروين كروس باك، هذا حيت شركه البيجو كتنتمي للجروب تاع البي اس ا اللي فيه سيتروين والاوبيل والبيجو. اهم المنافسين تاع 208 كاينه الكليو 5 اللي خرجت حتى هي بديزاين جديد وبموتوريزاسيون زوينه، وكذلك الاوبيل كورسا اللي حتى هي عندها نفس البلاتفورم ونفس الموتوريزاسيون تقريبا، وكيبقى الهيستوريك تاع كل شركه هو اللي كيحكم على لو شوا تاع الكليونتيل. صراحه غادي نكتشفوا هادشي كامل ونتعرفوا عليه عن قرب. بيجو 208 كتنزل للسوق المغربيه بثلاثه تاع لي فيرسيون، لونطري دو غام الاكسيس، العامره عليها الاكتيف، والعامره الالور. كاينه خلاص فيرسيون جي تي لاين ولكن ما كتدخلش للمغرب للاسف، كاينه في فرنسا الا بغيتو تشوفوها. الاختلافات بيناتهم هاد لي فيرسيون هادو كاينين غير في دي زوبسيون ودي زيكيبمون لي صراحه في الانتيريور، اما من ناحيه الشكل والديزاين ديالها فراهم كيف كيف من لونطري دو كام حتى للفول اوبشن، يعني نفس الشكل نفس الديزاين، اختلافات بسيطه فقط من ناحيه التقنيات ولي زوبسيون. نكتشفوا هادشي جميع. بيجو 208 صراحه من هاد الموديل هذا دخلوا عليه بزاف تاع لي موديفيكاسيون لي زوينين من ناحيه الديزاين، من ناحيه التقنيات اللي فيه. لافاس ديالها شوفوا لي زوبتيك ديالها اللي جاو سبور واعرين في الحقيقه، الكالوندر ديالها ولات كبيره وكرومي، الباد كيس ديالها اللي جا سبور، والديفيوزر ديالها اللي كيساهم في الايروديناميزم تاع الطوموبيل. لافاس ديالها واعر بزاف. من البروفيل ديالها عندك دي روتروفيزور فيهم سي ليمينوز لي جون تاع 16 5 دوبل برونش، الباد كيس ديالها الايروديناميزم حاضر. شوفوا السبويلر ديالها عجبني حتى هو، لوك زوين سبور. لي فوا اغيير روج جاو انتيغري في الكابو، اللي جات ديك لابار في البيانو بلاك وفيها المونوغرام تاع البيجو، ديزاين زوين بزاف صراحه. الطوموبيله ما كيجيوش فيها اللي ما كتجيش فيها الكاميرا دريكول، فيها لي رادار، الديفيوزر ديالها، السيستم دي شابمون فيها واحد ان سورتي. الكوفر ديالها حتى هو كبير بارابور الفوليوم والسايز تاع الطوموبيل، كيهز 265 لترو. عندك لي بونكيت اغيير غبطابل باش تزيد في الفوليوم ديال الكوفر ديالك، ان فوا كان عندك شي حاجه يعني استثنائيه، عندك شي حمل ثقيل ولا شي لعبه بحال هكا. الطوموبيله من الداخل ديالها شوفوا الباب فيه البيانو بلاك، فيه الكوير، الخياطه يمكن فيغاسيد، فيه دي زيسباس دورونجومون، سيستيم سونوريزاسيون فو كاربون حتى هو حاضر. الطوموبيله من الداخل ديالها عندك ان ايكرون تاع 6 بوس رياكتيف مع الاندرويد والابل. في ليكرون ديالها ما كايناش الكاميرا دو ريكول، وما كايناش الجي بي، وما فيهاش حتى الجي بي اس حتى هو. البواط فيتاس ديالها 6 تاع لي رابور مانيول، عندك 12 فولت، عندك دي زيسباس دو رونجومون. الفولون ديالها جا صغير سبور تاع البيجو، حافظت عليه، تيجي اون كوير. عندك ستوب ستارت ايكو ديماراج سون كلي، وعندك ديماراج اون كود حتى هو في الفينيسيون في الالور اللي معنا اليوم. صراحه عجبتني اخوتي وحق الرب. لي فيتر الكتريك باربعه، الكومونتا لي روتروفيزور، شوفوا الابيتاكل ديالها وداك الفو كربون اللي حاضر، عطاها واحد الديكور زوين بزاف صراحه من ناحيه الديزاين، ودي بوان كرومي حاضرين حتى هما، هادشي زوين. كليماتيزاسيون بيزون ما شاء الله على 208 البيجو، تيفوليات بزاف، هذا اللي خلاها استقطبات بزاف تاع الناس، والبوتونسييل ديالها ولا كبار بزاف. لي فيتر ديالها كيجيو شادو في اللور، فهمتيني؟ هذا على حسب تنتي في سميتو ديالها، على حسب، المهم على حسب الكوموند ديالك. فوالا لي بري ديالها
قبل ما نقول البري نقول لكم الموتوريزاسيون ديالها. الموتوريزاسيون ديالها كتجي ان 6 اتش دي اي، لا بويسونس ماكسيمال ديالها 92 شوفو، بويسونس فيسكال ديالها 7000 شوفو، في الكونسوماسيون ديالها ميكست 4.2 لتر في كل 100 كيلومتر. صراحه زوينه. البري ديالها من لونطري دغام في الفيرسيون ديال ديزل كتبدا ب 14 العام راه كتوصل حتى 18. كاينه فيرسيون ديال ايسونس كدير يمكن 12 ونص على حساب. المهم وكيبقاو ديما هاد دي بري، كنصح بهم انا لا كليونتيل لا نيغوسياسيون، تفاوض مع السيد يقول له يعطيك بلان روميز ولا الكوميرسيال ولا داكشي وربي غادي يسر. وحتى كاينين دي فاسيليتي من ناحيه الكريدي، فما عليك غير تكتشف كاع لي فاسيليتي اللي تيكونوا كاملين عاد باش توكل على الله في لا بريسودور ديال لاشا. الله يسخر وسمحوا لينا بزاف الا غلطت في شي حاجه ولا